صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، برحب بيكم دكتور محمد طلعت في حلقة جديدة من برنامج أطباء مصر. حلقتنا النهاردة والمواضيع اللي هنتكلم عنها والأمراض والمشاكل اللي هنناقشها استحالة هتلاقي شخص أو هتلاقي إنسان ما سمعش عنها. ليه؟ لأن لو خدنا على سبيل المثال أول حاجة مشاكل المرارة وحصوات المرارة والتهاب المرارة، مفيش إنسان في مجتمعنا ما سمعش عن حصوات المرارة أو مشاكل المرارة. على أبسط الأمثلة المثل الشعبي ده أنت فقعت مرارتي. في ضوء هذا هنناقش المشاكل، الأسباب، حصوات المرارة، كيفية علاجها، أحدث الطرق في علاجها، إيه المشاكل اللي ممكن تسببها لو ما عالجناهاش والتهاباتها، والفرق بينها وبين ألم وألم القولون وحصوات الكلى. ولكن اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز فاصل لاستقبال ضيف العزيز. أنا لكم مرة تانية في حلقة خاصة جدا، لأن قلنا قبل الفاصل إن احنا هنناقش مواضيع مهمة جدا، وذكرنا منها موضوع حصوات المرارة ومشاكل المرارة عموما. أيضا مش كده، لكن هنناقش أيضا موضوع الدوالي، وموضوع الدوالي بيسبب أزمة نفسية رهيبة، غير إن هو بيسبب أزمة نفسية، أزمة جمالية، أزمة وظيفية، أزمات كبيرة في موضوع الدوالي. هنناقش النهاردة دوالي الساقين ودوالي الخصيتين. دوالي الساقين مثلا هنناقش مشاكلها وطرق علاجها وحلولها وأحدث الطرق في علاجها. دوالي الخصيتين هنناقش إن هي إزاي بتقدر تأثر على القدرة الإنجابية عند الراجل، وإزاي قد إيه لازم نكتشفها بدري، لأن هي ممكن تسبب مشاكل كتيرة. هيجاوبنا على كل الأسئلة دي، وهيكون ضيف متميز دائما ومتسلح بأحدث صيحات التكنولوجيا الطبية في مجاله، دكتور عمرو شاهين، استشاري الجراحة العامة والمناظير، الزمالة المصرية للجراحة العامة والمناظير، زمالك كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. دكتور عمرو، صباح الخير، برحب بحضرتك. صباح الخير عليك يا دكتور محمد، حضرتك جدا ميرسي جدا على التقديم الظريفة دي معانا في برنامج أطباء مصر. شكرا قوي على التقديم الظريفه دي، ويا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف على مشاهدينا الاعزاء، ونقدر نقدم لهم نصيحه مهمه ان شاء الله. باذن الله تكون ضيف جميل، وعايز ابشر الساده المشاهدين ان شاء الله حضرتك هتكون معانا. دي حاجه يعني انفراد لاطباء مصر، ان حضرتك هتكون معانا حلقه شهريه عشان نناقش مشاكل كتيره. لسه عندنا مشاكل كتيره عايزين نناقشها، فعايزين نبدا بموضوع حصوات المراره. نبدأ بموضوع حصوات المرارة. ايه موضوع يا دكتور فقعتلي المرارة؟ والله هو فقعتلي المرارة دي كلمة برضو مظلومين فيها احنا يا دكتور؟ يعني الرجالة مظلومة فيها خالص، تقول لك انت فقعتلي المرارة، والستات او فلان عصبي والمرارة اتفقعت او المرارة انفجرت، انت جبتلي المرارة. ده كله كلام طبعا بعيد عن العلم وبعيد عن الطب، كلام احنا اخترعناه وقلناه، لكن هو الموضوع مش كده. الموضوع يمكن اقل الاسباب ان ما كانش موجود تماما هو العصبية. العصبية ملهاش اي علاقة بحصوات المرارة. جميل. طيب هو عشان بس نبتدي نشرح للناس، ويا رب بس الناس تكون احنا ظروف معاهم. اول حاجة المرارة اصلا يا جماعة وظيفتها الاساسية مخزن للعصارة الصفراوية. جميل. تمام. جميل. المخزن ده كل وظيفته انه بيخزن العصارة دي ويركزها في المرارة عشان تستخدم في عمليات هضم الدهون. جميل. اذا العصارة الصفراوية اللي موجودة في المرارة دي وظيفتها هو هضم الدهون بتاعتنا الاكثر والاقل، هاضمه بس لا اكثر ولا اقل. جميل. طيب ايه اللي يخلي الحصوات دي تتكون، او ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ممكن نقول هو اول حاجه بس عشان نبقى فاهمين للناس، العصاره الصفراويه دي بتتكون من ميه وكوليسترول واملاح وفيها بعض الصبغات. تمام. طيب ممكن نقول ازاي تتكون عندنا حصوه. تمام. طيب اول حاجه ممكن تسبب من اسباب تكوين الحصوات ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم ده له اسباب كتير جدا، ممكن يكون السن المتقدم شويه، ممكن تكون السمنه. جميل. ممكن تكون اكلات الدهون اللي احنا دلوقتي بقينا اللايف ستايل بتاعنا هو ان احنا بناكل فاست فود على طول ما شاء الله. تمام. فيبتدي نسبه الكوليسترول دي تزيد في العصاره، تبتدي تتراكز حوالين نفسها املاح الكوليسترول، فبتكون عندنا الحصوه. جميل. طب ده اول سبب. طيب ثاني سبب ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون ان في عدوى بسيطه او بكتيريا بسيطه دخلت جوه المراره. تمام. جميل. كونت حصوه حواليها وتكون حصوه داخل المراره. طيب ثالث سبب، وبعض الناس يعني بتغفل عن السبب ده شويه، ان هو تكون سرعه حركه العصاره الصفراويه من المراره للاثنى عشر او من المراره للامعاء عشان تقوم بعمليه الهضم، السرعه دي بتبقى بطيئه شويه. جميل. طب بتبقى بطيئه شويه ازاي؟ المفروض ان احنا لما بناكل اكل فيه دهون المراره بتنقبض تنزل العصاره دي. طيب القباض ده بقى ضعيف شويه،
طب ايه اسباب الضعف ده؟ اسباب الضعف ده في حاجتين. اول حاجه ان هي ممكن تكون اسباب خلقيه جينيه، يعني احنا مولودين كده ما نقدرش نقول ايه السبب. الحاجه الثانيه ودي الاهم، زياده نسبه الهرمونات خصوصا هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده بيزيد ساعات في الحمل، ساعات بيزيد بعد الفصل بتاعنا، يعني بيزيد مثلا في نسبه سن الياس. الحاجه الاهم حبوب منع الحمل، ودي ناس كتير جدا بتغفل عنها، ان حبوب منع الحمل من احد اسباب زياده هرمون الاستروجين، وبالتالي بتزود نسب ان المراره تكون حصوات. فدي ببساطه دي اسباب تكوين حصوات المراره. طيب دي حصوات المراره، ايضا في مسمى منتشر اللي هو التهاب المراره، عايزين حضرتك تفرق لنا بين حصوات المراره والتهاب المراره، وايه الاعراض اللي ممكن نفرق بيها ما بين التهاب المراره وحصوات المراره. طيب احنا عايزين الاول نتفق ايه اللي ممكن يعمل لنا مشكله في المراره. اللي ممكن يعمل لنا مشكله في المراره ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا يكون عندنا حصوه. جميل. تمام، وممكن تكون الحصوه دي حصوه وسببت التهاب. جميل. وممكن يكون في التهاب في المراره بدون حصوات. تمام، يبقى احنا عندنا الحصوه، عندنا الحصوه. نروح بقى كده عليا يا دكتور عشان عشان الساده المشاهدين يعني احنا ما يتوهوش مننا. بص احنا ساعات حصوه لوحدها، حصوه لوحدها مفيش خالص، او حصوه هي اللي عملت التهاب، حصوه عملت التهاب، وفي التهاب جه من غير حصوات خالص. التهاب من غير حصوات. طيب. جميل جدا. الالتهاب اللي من غير حصوات خالص ده اقل شيوع تماما، تقريبا 5% في العالم كله، ومش بيشغلنا قوي. تمام، يعني هنجيله في الاخر. نبتدي جميل. في موضوع الحصوه لوحدها. جميل. ايه اللي بيخلينا بنهتم بالحصوه لوحدها اصلا؟ 90% من مريض حصوه المراره اللي عنده حصوه من غير التهابات ما بيبقاش عنده عرض اصلا. ما بيبقاش عارف، هو يقول لك انا كنت رايح بعمل تشيك اب بشكل دوري، انا كنت بكشف عند الدكتور البطن عشان اي حاجه، فانا بعمل سونار ده قال لي انت عندك حصوه في المراره. جميل. طب يا دكتور ده انا ما اشتكيتش. لا، هو انت ما اشتكيتش، هو انت لسه هتشتكي. طب ازاي؟ جميل. المفروض الحصوه خلاص اتكونت في المراره، المراره دي بتنقبض، عايزه تنزل العصاره الصفراويه عشان ناكل الاكل فيه دهون. طيب الحصوه دي لا قدر الله بدات تقف عند مخرج المراره اللي احنا بنسميه عنق المراره او الفندس. جميل. تمام، عنق المراره دي بتبتدي خلاص المراره عايزه تزق الحصوه دي تنزلها تاني. الانقباضات دي اللي بتحصل ساعه ما بناكل الاكل ده هو ده اللي بنسميه المغص المراري. جميل. العيان فجاه بيقول لك انا حاجه غريبه جدا يا دكتور، انا ساعه ما باكل حاجه فيها دهون بطني بتوجعني. طب بطني بتوجعك ازاي يا سيدي؟ يقول لك مثلا بطني بتوجعني من عند فم المعده او على اليمين شويه تحت الضلوع، ده الوجع بيبتدي يسمع شويه في ظهري، بس والله يا دكتور انا لاحظت ان ده دايما مع الدهون وثلاث اربع ساعات وبيروح. ده عشان ما عندناش التهاب، مجرد الحصوه بتتحرك تسد مخرج المراره يحصل مغص المراري، يحصل مغص تنقبض ترجع تاني. طب قبل ما نكمل الالتهاب والحصوات، مصطلح المغص المراري، طب ياخدني المصطلح المغص الكلوي. لا ده طبعا ملوش علاقه، لان نفرق ما بينهم. بص هو ملوش علاقه لسبب، لان في معلومه خطا عند بعض الناس اللي هي انا حصوه المراره انا اخد لها علاج تدوب. حصوه المراره ما بتدوبش. جميل. حصوه المراره ما فيش حاجه في الدنيا بتدوبها. جميل. عشان نبقى احنا قفلنا باب اصل انا باخد العلاج وخدت الاعشاب دي تضيع حصوه المراره، الكلام ده كله الاعشاب دي ملوش اي علاقه، نتكلم عليها ملوش اي علاقه بالطب وملوش اي علاقه بالعلم، ومش موجود في الحقيقه، مش موجود في العالم، فعشان نبقى دي قفلناها. جميل. طيب ده المغص المراري حصل نتيجه مثلا عندنا وجود الحصوه زي ما قلنا. طيب الحصوه دي لا قدر الله سدت خالص المراره. جميل. طيب المراره مش قادره ان هي تطلع العصاره الصفراويه بتاعتها تروح للامعاء. جميل. يبتدي المراره تنتفخ. جميل. تبتدي العصاره الصفراويه تتركز جواها وتفقد كثير من السوائل، وبالتالي يبتدي يزيد جواها البكتيريا، فبالتالي تتحول لالتهاب، فبتبتدي شكوه العيان تتغير. شكوى تاني يقول لك يا دكتور انا الالم كان بيجيني بعد ما باكل. اعراض تانيه بقى، اعراض التهاب اهو. جميل. طيب اللي هي دي اول حاجه الالم هيقعد اربع ايام مش ثلاث اربع ساعات. تاني حاجه الالم هيكون اكثر شده. جميل. يبتدي يصاحب للالم دوت احساس الترجيع او الغثيان. جميل. يبتدي يصاب معاه العيان بارتفاع في درجه الحراره. جميل. تمام. طيب العيان يجي يقول لك يا دكتور والله ده انا خدت دواء ارتحت. صح، انت خدت الدواء ارتحت، بس هو السبب ما راحش. تمام، السبب عندنا ما سابش. لا، هو نفس القصه برضو، خدت الدواء، الدواء قلل الالتهاب، ولكن مازال سبب الالتهاب موجود. طيب العيان بنقول له اهم حاجه، المراره مجرد ما بيحصل فيها التهاب خلاص لازم ان هي تبقى اهم حاجه في حياتك عشان ما تخشناش في مشاكل كتير. جميل. طيب نبتدي نشوف ثالث مرحله، ان هو حصل التهاب بس ما عندناش بقى فيها حصوه خالص. حصل التهاب ده ان في بكتيريا دخلت المراره عملت لنا التهاب للقناه المراريه بتاعتنا مش اكتر. جميل. فقط لا غير، دول كده ثلاث اسباب اللي ممكن يكون فيهم عندهم المراره. طيب في نقطه حضرتك قلتها وحضرتك بتتكلم ان المريض اكتشف بالصدفه ان هو عنده حصوه مراره وهو بيكشف عند دكتور الباطنه. صحيح. فقلت هو بيعمل تشيك اب. تمام. اهميه التشيك اب ده عندنا كثقافه في مجتمعنا هي بادئه انها تزداد، ولكن هي مش موجوده، فايه اهميتها؟ او بص اهميتها ان زي ما بقول لك كده 90% من الناس
عندنا عنده حصوه مراره وما يعرفش. جميل. طيب لو هو كل 6 شهور هنعمل سونار على البطن، تمام. لو كل سنه يا سيدي طب هنعمل احنا سونار على فريق البطن. عملنا بيعرض صور الحراك بتاعنا بتاع المرارة. طيب هي دي اول صوره، احنا بس عايزين نفهم للناس هي ايه هي المراره. جميل. المراره هنا زي ما انت شايف كده، دي عباره عن كيس موجود في بطن الكبد ومليان عصاره صفراويه. العصاره الصفراويه دي المفروض ان هي هتنزل مع الاكلات الدهنيه عشان يحصل الهضم بتاعنا، جميل. تمام. ده اول صوره. طيب لو ابتدينا نقول ايه اللي يخليني اهتم قوي بالمراره، طب جميل. المراره دي فيها حصوات، دي حاجه طبيعيه وانا ما في عندي مشكله، انا خدت علاج وهبقى كويس. لا، جميل. هي المراره تخوف. طب تخوف ازاي؟ اول حاجه خالص حاجتين بيحصلوا، يا اما جميل. داخل المراره او خارج المراره. طب جميل. داخل المراره يعني ايه؟ داخل المراره يعني الحصوه سدت المراره دي تماما، تمام، جميل. بدات تلتهب المراره، خلاص بيزيد فيها الالتهاب، بدات تنتفخ، معرضه انه يحصل حاجتين اتنين. اول حاجه انه يحصل لا قدر الله خراج في المراره دي، يعني ان المراره تكون صديد ويبتدي الصديد ده يزيد في المراره، او لا قدر الله المراره هنا تنفجر، تمام. يبقى احنا تحولنا من حاجه غريبه جدا، من حاله ماليه سهله وبسيطه لعمليه كبيره وعمليه مرهقه. طيب ده جزء. الجزء الثاني ان الحصوه لا قدر الله تخرج من المراره وتسقط في القناه المراريه. لو سقطت في القناه المراريه تحولنا لشيء ثاني خالص، تبتدي تسد القناه المراريه فيحصل زياده في نسبه الصفرة في الدم، فيبتدي العيان يشتكي شكوى تخوفنا احنا اكتر. انا عينيا اصفرت يا دكتور، جميل. جسمي اصفر، لون البول اتغير، لون البراز اتغير، وبذلك دخلنا في حاجه ما بقاش في قدامنا فيها غير حاجه جديده اسمها منظار الاي ار سي بي، اللي احنا بنخش نشيل بيه الحصوه وبعدين نخش تاني نشيل المراره. جميل. اذا نفهم من كلام حضرتك ان الفيرست اند اونلي لاين اوف تريتمنت اللي هو العلاج الوحيد والاول حصوات المراره ان انا اشيل المراره. هو تمام. ما فيش علاج تاني، ما فيش يعني يعني لان برضو ناس كتير بتيجي العياده تقول لك يا دكتور انا بقالي 4 5 سنين ماشي على دواء وكنت باخد علاج المراره. يا سيدي هو ما فيش علاج للمراره، بس بالظبط. هو الغلطه اللي احنا معظمنا بيقع فيها، الناس بتقعد فتره طويله تتابع مع طبيب البطن وهو عنده مشكله في المراره، انا بتحسن. انا مش بقول يا جماعه ان اللي عنده حصوه يعملها دلوقتي، ولكن تبقى هي في نطاق اهتماماته، لان حصوه المراره ملهاش علاج. بس هي كل الفكره ان كل ما بنأخرها احنا بنوصل لمرحله ان المراره بتتحول عندي بمضاعفاتها. المراره اللي من غير التهاب افضل انواع المرارات اللي ممكن تتشال بدون اي مشاكل، اكن ما عندكش مشاكل خالص، تبقى العمليه سموز جدا، عمليه سهله جدا. طيب ما نستناش ان يبقى في التهاب، لان بضطر ساعتها ان انا اعالج الالتهاب الاول. طيب ثالث حاجه وده الاهم، ما استناش انها تحصل مضاعفات سواء من الصفره او سواء من المراره نفسها. جميل. طيب احنا معانا الصوره الثانيه. الصوره الثانيه دي بتوضح بصوره شويه ان ازاي عندنا مسار العصاره الصفراويه من المراره للاثنى عشر. دي اهم نقطه، تمام. بعديها فيها نبتدي صوره للحصوات. الحصوات لان الحصوات عندنا انواع، احنا عندنا حوالي 4 انواع من الحصوات. اول نوع طبعا اللي هو نوع اسمه الكوليسترول، اللي هو بيكون طبعا من املاح الكوليسترول، ده بيكون حوالي 6%. جميل. تمام. في نوع تاني اللي هو نوع صبغات، الصبغات اللي موجوده في العصاره الصفراويه بتكون حصوات، وده برضو بيكون حوالي 1 أو 2%. طب ايه النوع الاكثر شيوعا حوالي 90% منه؟ ده نوع ميكس ما بين الكوليسترول والصبغات. جميل. تمام. لكن في بعض الحالات اللي احنا شفناها كانت الحصوات اتكونت من البورسلين، يعني كنا بنلاقي حاجه زي السيراميك كده جوه المراره. ده ازاي ده يا دكتور؟ دي نتيجه ان هي ترسبت جميع الاملاح، ده اللي كنت لسه بقول لك عليه، ان حركه العصاره الصفراويه بطيئه. بطيئه. فبالتالي تترسب الاملاح اللي موجوده في العصاره الصفراويه هنا وتبتدي تزيد. طيب جميل. احنا اتكلمنا عن المراره واتكلمنا عن وظيفتها وايه المشاكل اللي ممكن تحصل، عايزين بقى نبدا ان احنا نعالج بقى. عرفنا المشكله، عايزين نعالجها. اهم حاجه في علاج المراره توقيت العلاج. يعني ايه؟ جميل. يعني ان انا ما استناش ان انا يجي لي التهاب، ما استناش ان انا اعمل مضاعفات. طب الصوره الثالثه قبل ما نبدا في مرحله طيب العلاج، دي زي ما احنا شفنا كده الصوره ديت بتوري الحصوات ومراحل خروجها، ان هي ممكن تكون بتتحرك عند عنق المراره، ممكن تكون بتخش عندي في القناه المراريه، ودي اسوأ انواع المضاعفات، ان هي لو حصلت خلاص احنا بيحصل لنا التهاب شديد جدا في القناه المراريه، بيحصل لنا حاجه اسمها صفره انسداديه، ده بيخلينا نتجه للمنظار الباطني اللي احنا بنضطر نخش نشيل الحصوه الاول وبعدين نشيل المرار. طيب نبدا بقى في مرحله العلاج يا دكتور. عايزين مرحله العلاج، اول حاجه ان احنا لازم نتفق، طيب احنا عندنا اي نوع؟ هل احنا عندنا حصوه بس، ولا عندنا حصوه والتهاب، ولا عندنا التهاب من غير حصوات؟ جميل. طيب لو عندنا حصوه بس وده النوع اللي احنا بنفضله، طب يعني النوع اللي احنا بنفضله يعني ان العيان ما بيحسش انه عمل عمليه، الدنيا بسيطه جدا، بيعمل عمليه بيخرج في نفس اليوم. كان زمان بنسالك سؤال غريب شويه، احنا هنعمل عمليه جراحه ولا منظار؟ طيب السؤال ده كان 10 سنين. طيب دلوقتي مفيش حاجه اسمها كده. السؤال دلوقتي احنا هنعملها امتى جراحه؟ يعني بقت حالات الجراحه قليله جدا جدا ان ما كانتش معدومه.
طيب ليه بنقول يا جماعه منظار وليه بنقول كده؟ فبعض الصور اللي احنا هنوريها لحضراتكم دلوقتي هتلاقي الحصوات بتاعه المراره لما خرجت العيان ما بيبقاش مصدق ان دي حصوات. يعني في صور لو يجيبها لنا الاعداد هيلاقي عنده ممكن الحصوات معانا على الهواء بالظبط. الصور اللي حضرتك شايفها دي يعني العيان ما بيبقاش مصدق ان انا عندي كميه الحصوات دي، ولكن في صوره اللي هي بعد دي او بعدها باثنين اللي هي الثالثه اللي بعد دي كمان، الصوره دي بتبين لك قد ايه بدا يبقى فيه التهاب. فعايزين لو نشوف الصوره اللي قبلها هيقول لك الفرق ما بين المراره اللي مش فيها التهاب والمراره اللي هي دي الملتهبه. يا دكتور بالظبط دي ملتهبه. طيب لو الصوره اللي قبلها بقى دي مراره هنا مش ملتهبه تماما، خلاص المراره هنا بسيطه ما فيش فيها التهاب. طب ليه احنا عايزين نوري الناس الحاجه دي؟ لان المراره الملتهبه بيحصل فيها مشكلتين. اول مشكله احتمال اصابه الكبد باي نوع من انواع الالتهابات او الجروح او التمزق عاليه جدا لانها بتبقى ملتصقه جدا بالكبد. تاني حاجه ممكن تسبب التهاب للقناه المراريه. طيب نشوف احنا ليه عايزين نعمل منظار. اولا المنظار عن الناس عنده فكره وحشه. يعني ايه فكره وحشه؟ يعني الناس بتقول لك انا الدكتور مش شايف كويس. لا، هو المنظار مكبر قدامي على الشاشه اكتر من 10 مرات. جميل. تمام، بالعكس ده هو اكثر دقه من رؤيتي انا بالعين. يعني ايه؟ ببقى انا شايف المكان اللي انا عايز اشتغل فيه بصوره مكبره عكس ما انا ببقى فاتح. تاني حاجه العيان بيروح في نفس اليوم، فاحنا قللنا فتره الريكفري، قللنا فتره الاستشفاء. يعني العيان ده بدل ما بيقعد 10 ايام في البيت عنده جرح لست طبقات من البطن مفتوحه، لا الجرح ده مبقاش موجود. بالعكس ده هم اربع فتحات صغيرين جدا جدا مش اكتر من سنتي لكل فتحه، العيان بيروح في نفس اليوم. جميل. طيب في بعض الاحيان اللي احنا عايزين نوري للناس، طب التاخير ممكن يعرضنا لايه؟ ممكن يعرضنا ان المراره تكون صديد. جميل. واضطر ساعتها اللي انا كنت عايز اساله بالظبط. لو حضرتك في صوره هنا احنا كنا شفتها حاله من ضمن الحالات اللي انا اشتغلتها، لما تشوفها تزعل. دي معانا يا دكتور؟ لا، احنا عايزين صوره اللي فيها صديد. ايوه، هنا الناس ممكن تشوف لون الصديد الابيض هنا جوه المراره. طيب اللي هو في اللون الابيض اللي حضرتك شايفه في اول مراره ده جميل. نتج لك ايه؟ نتيجه ان العيان طبعا انتظر فتره طويله جدا فالمراره انفجرت وجواها صديد. المره دي بنضطر ان احنا ندخل نفضي الصديد ده ونعمل غسيل بريتوني للبطن، وبعد كده بعد فتره من العلاج والمضادات الحيويه والحجز في المستشفى ان احنا نشيل المراره. فهنا حابب بس اقول للناس التاخير وصلنا لايه؟ ان انا لا مش هعمل النهارده، طب الاسبوع أولاً الجاي. اولا الاستهتار من الاول وصلنا لايه وبعدين التاخير وصلنا طبعا إيه؟ لان برضو النقطه اللي بقول لك بتجي لنا كتير جدا في العياده ان عيان يقول لك اصل انا بقى لي فتره بتابع مع دكتور بطن. لا دكتور ده بيديني علاج بيدوب الحصوات. يا جماعه مفيش حاجه اسمها الكلام ده. نيجي بعد كده نسال بس سؤال مهم جدا، طيب امتى؟ بعض الناس برضو بتقول لك الحصوه صغيره او كبيره بتفرق. طيب هي لو صغيره او كبيره ما بتفرقش قوي في قرار الجراحه لسبب. جميل. لانها لو صغيره فهي هتنزل القناه المراريه. جميل. وتخوفنا برضو. طيب لو كبيره؟ لو كبيره بعد شرع الناس كلها بيتسبب لنا اعراض سرطانيه اكتر شويه. يعني حتى الحصوه كبيره، لان بعض الناس برضو كتير تقول لك يا دكتور الحصوه كبيره مش هتعمل حاجه. واحنا معانا الصور الحصوات على الهواء بالظبط زي ما حضرتك شايف كده. في حصوات صغيره وفي حصوات كبيره. جميل. تمام، ده بيبقى ميكسد. بعض الناس جميله الحصوات، جميله التنوع. لا ميكسد يعني ايه؟ يعني بعض الناس مش لازم يبقى عندك نوع واحد. انت مش هي مش حاجه مظبوطه بالشعره، لا هي ممكن يكون عندك حصوه صغيره، ممكن يكون عندك حصوه كبيره، فانت ما بتبقاش عارف. ساعات السونار ما بيبقاش دقيق ويجيب لك الحصوات، في بعض الاحيان السونار بيقول لك اكبر حصوه واصغر حصوه بس. تمام، في بعض الحاجات في نقطه مهمه، في بعض الناس بتيجي العياده برضو تسال، يجي يقول لك انا عندي جيوب في المرارة. يعني ايه جيوب في المرارة؟ يعني المرارة طالع منها اجزاء عاملة زي الجزء الصغير كده من البروز او النتوء او الايه البوليب. يا جماعة البوليب حتى لو مش عامل مشاكل هو عرضة للتحول لمادة سرطانية. فلازم تتشال. ده مشكلة دي برضو الناس تيجي تقول لك يا دكتور انا ما عنديش حصوات، ده هو انا بعمل سونار بصورة عادية جدا لقيت ان انا عندي البوليب او الجيب ده والبتوء النتوء او البروز دوت، وانا ما دكتور بطني قال لي ما تقلقش منه. ماشي، قالك مش هتقلق منه، ولكن انت مستني مثلا لما يحصل منه كانسر وبعدين يبتدي يشتغل. فهي يا جماعه الحكايه ننتظر ليه؟ طيب نرجع للنقطه اللي حضرتك اثرتها، امتى ما اقدرش اعمل جراحه؟ امتى ما اقدرش اعمل منظار؟ امتى ما اقدرش اعمل منظار؟ تمام، لازم اتحول للجراحه. بص، لازم اتحول للمنظار يعني جميل. المنظار اصلا لما جينا نعمله قلنا نعمل حاجه مهمه جدا. طيب احنا بنعمل منظار ده ليه؟ للناس عامة وبعض الحالات الخاصة اللي هي الناس الأوبيز قوي، الناس التخينة قوي، الناس اللي عندها مشاكل مع التخدير مش عايزة وقت العملية. طب نعمل امتى جراحة؟ بنعمل جراحة للناس اللي عاملة عمليات قبل كده. ليه؟ لأن بيبقى فيه التصاقات في تجويف البطن.
تخش تجويف البطن نلاقي فيه التصاقات مش هنقدر ندخل. ناس عامله ستات الحوامل قبل كده اللي مركب شبكه جميل. اللي عامل فت عشان كده مثلا لما جينا نلاحظ لقينا ان المراره دي بتصيب مين؟ يعني ستات اكتر. ستات اكتر. طيب ليه تصيب الستات اكتر؟ شوف يا سيدي اول حاجه بتصيب الستات اكتر لرقم واحد لان احنا نسبه الهرمونات عند الستات اللي هو الاستروجين والبروجستيرون عاليه، وعاليه في مرحلتين، عاليه في اول مرحله مرحله الخصوبه تمام، وعاليه في مرحله ما بعد سن الياس. ثانيا استعمال حبوب منع الحمل، ودي نقطه بتبقى غايبه عن ناس كتير. طيب ثالث حاجه لقينا الناس اللي فوق ال 50. ايه الناس فوق 50 ليه؟ اول ناس فوق ال 50 نسبه الكوليسترول عندهم عاليه مش طبيعيه. جميل. فدي بتزود حصوات المراره. لقينا بعض الناس ودي نقطه مهمه جدا بتغيب عننا، ان بعض الناس عندها سوء هضم اصلا. يعني تلاقي ناس عندها مشاكل في الاسنان، هو ما بيمضغش الاكل كويس بطبيعته. جميل. هو ما عندوش اسنان فبيبلع فبدا يبقى عنده صداع. ده ملعبي بقى دكتور، يعني نبدا بقى عصر الهضم بقى بالظبط، يبدا عصر الهضم، يبدا شويه انتفاخات. طب لان الانتفاخات دي بتخلي ضغط المعده وانتفاخ المعده على العصاره الصفراويه عالي شويه، فبيعمل بعض الارتجاع للعصاره الصفراويه، وبالتالي تزيد عندنا مشاكل الحصوات. طيب سؤال وجدان يا دكتور بيطرح نفسه دلوقتي، المشاهد اكيد هيسال نفسه، انا خلاص الدكتور قال الحل الاوحد ان انا اشيل المراره. تمام. طب المراره كانت بتقوم بوظيفه. تمام. وضحناها اللي هي الهاضمه. هايل. ايه اللي هيعوض لي، ايه اللي هيعوض لي ده؟ انا دلوقتي فقدت حاجه من جسمي، ايه اللي هيعوضها؟ تمام. هو ده سؤال جميل جدا. في بعض الناس ما تعرفش الموضوع اللي احنا هنقوله ده، ان في بعض الناس اساسا بتولد من غير مراره. صحيح هي نسبه قليله شويه ولكن ده موجود. فده طب ايه اللي بيحصل؟ احنا اصلا عندنا انزيمات مهضمه مساعده بتخرج من المعده نفسها. طب هل دي بتكون كافيه يعني؟ طيب. بتعوض هي مش بتكون بالكفاءه الكامله، ولكن احنا اصلا بنبقى متفقين اتفاق اللي هو ايه يا جماعه، اللايف ستايل بتاعنا لازم يتغير، لازم طريقه اكلنا تتغير. يعني انا اساسا انا ما شلتش المرار وما عنديش حصوات، ولكن انا بقول لك اساسا انت لازم تقلل من الفاست فود والمقليات والدهون عشان ما يجيلكش الحصوه. فنفس القصه بنقول للناس يا جماعه احنا بعد العمليه ديت كل اللي احنا محتاجينه من حضرتك ان احنا ناخد اكلنا يكون صحي شويه، ان احنا نلعب رياضه شويه، ان احنا نتابع شويه. طيب ده معناه ان الاعراض هتختفي؟ الاعراض بتاعتنا هتختفي، مش موجوده، احنا خلاص شلنا السبب، مفيش فيها الكلام ده. في بعض الناس كمان بتيجي تقول لك وانا بنشوفها في العياده ان هي يا جماعه لما نيجي يعني نختار الدكتور اللي هو يعني متميز في مكانه ده في شغله لسبب، لان بيجي لنا بعض الحالات مهاره الدكتور بالظبط، بيجي لنا بعض الحالات يا جماعه المراره مش عمليه صغيره. ساعات بنحس الناس تيجي تقول لك ده انا هشيل مراره، لا هي مش عمليه صغيره. ليه؟ لان مضاعفاتها كتير جدا لو اتعملت بغير مهاره. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا اول حاجه مثلا بيجي لنا بعض الحالات هو عامل المراره في مكان مش مؤهل، او دكتور اقل خبره شويه، او يعني خد الموضوع بسرعه ايا كان اللي حصل جوه العمليات. المهم هو مثلا عمل اصابه للقناه المراريه الاساسيه. دي بتدخلنا في دعامه، دخلنا في قصه تانية تبقى القصه ملهاش عليك. طيب حاجه تانية احنا بنيجي نقول للناس مثلا بيجي لك ده انا شلت جزء من المراره. يا جماعه عشان تشيل جزء من المراره يبقى كان لازم عندك سبب. طيب جميل. لازم عندك سبب ليه؟ ده معناه ان انت يعني ما جهزتش على العمليه كويس. ما جهزتش عمليه كويس ليه؟ لان احنا الجراحه وظيفتها افضل توقيت للجراحه انا اختاره لحضرتك، افضل وقت للجراحه اختاره حضرتك، افضل يعني ظروف للجراحه اختارها حضرتك، هتدينا افضل نتيجه. طيب كل اللي مطلوب من العيان يعني سيب الدكتور يشوف شغله بالظبط، بس كل اللي مطلوب منك انك تساعدني، تعالى لي بدري، مش لازم جميل. تيجي بعد ما الامور تكون خلاص احنا وصلنا لمرحله مش كويسه ونبتدي ان احنا نقول. يعني عيان مثلا التهاب المراره ده اضطر الاول تعالج الالتهاب وبعدين نقعد 4-5 ايام وبعدين ندي عليك. فده بيخلينا نقول يا جماعه علاج المراره سهل جدا بسيط جدا، لو كل 6-7 شهور احنا عملنا بس سونار بسيط على البطن عرفنا ان شاء الله يا رب ما نلاقيش حاجه، بس لو لقينا نبقى نتابعها كويس. طيب ده بياخدنا النقطه المهمه كنا بدانا فيها اللي هي بنشوف على شاشات التلفزيون يعني في حمله مكبره جدا اللي هي ظهور بعض المنتجات مضلله. مفيش حاجه اسمها منتج يضيع الحصوه، مفيش حاجه اسمها كده. الحصوه هو علاجها الاستئصال، انت عايز تستئصلها بالنزار، عايز تستئصلها جراحه، ايا كان الاستئصال. ولكن حتى معظم في بعض الادويه كمان يعني بعض الادويه، ولكن هي الادويه يا جماعه انتشرت على انها ادويه حصوه المراره. لا، هي الادويه ديت احنا بنديها في حاله واحده بس، ان حضرتك ما تنفعش تعمل عمليه دلوقتي لاي سبب من الاسباب، عندنا التهاب، ظروف حضرتك الشخصيه ما تسمحش الوضع ده، ولكن دي فتره مؤقته مش الفتره الدايمه بس. طيب الناس بدون مقاطعه لكلام حضرتك، انا كنت عايز بس انبه على الساده المشاهدين ان احنا عندنا اتصالات كتير، فريق الاداب بينبهني، هتقدروا تتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه او تكلمونا على ارقام بعد الهواء،
اكيد برضو هناخد كذا اتصال، لان الموضوع انا هلغي الورق خالص يا دكتور. انا هشيل الورق وهقعد استفاد من حضرتك. الله يخليك. عشان الموضوع لا هو شيق. الموضوع شيق ومش سهل. لا هو الفكره بس ان الناس لو فهمته صح هتلاقي الامور بسيطه. يعني مثلا هتتفاجئ حضرتك ان في امريكا مثلا اكتر من 45 مليون مواطن عنده حصوه مراره. طب ليه؟ لان هم الناس دي ما بتاكلش غير فاست فود. ده نص الشعب المصري. يعني انت متخيل تلاقي مثلا نص الشعب المصري يا ريت عارف. في ناس مش عارفه. يعني في ناس عندها المراره وتقول انها مش عارفه. طيب احنا كل اللي احنا بنبقى محتاجينه من عيان المراره حاجه واحده بس، حافظ على نفسك، الاكل صحش على قد ما اقدر ليك يعني لاقتصادنا عموما. لكن هنا مثلا يا جماعه انا عندي طريق سهل جدا ان انا اعمله. المنظار انت بتعمل النهارده الصبح العمليه، بتروح بالليل في نفس اليوم، بتروح ماكسيمم خالص الصبح تاني يوم، مفيش عندك اي مشكله. بعد 3 4 ايام بقول لحضرتك انزل العب كوره. جميل. طيب نرجع تاني للاجراءات اللي المفروض نعملها بعد ما نشيل المراره، او هنعمل ايه او ايه اللي المفروض على المريض يعمله؟ اول حاجه ان احنا يا جماعه احنا هنبعد عن الدهون شويه. جميل. هناكل اكل صحي، مفيش مقليات، تمام. طب ده بياخدني النقطه، العلاقه بين حضرتك وبين طبيب التغذيه. بص، هي العلاقه بيننا علاقه موصوله، ولكن هي كل الفكره ان طبيب التغذيه ساعات بيبقى متعمد ان هو يعني يدور على التخسيس او زياده الوزن بدون فكره طبيه شويه. طب يا جماعه احنا كل اللي احنا عايزينه مثلا مريض المراره، انا مش محتاج ان انا امنعه من الاكل، انا محتاج بس ان انا احدد له بعض الانواع، مش تمنعها، قللها بس شويه. طب انا يعني يا دكتور انا مش عارف حاجه فيها دهون. لا يا سيدي هتاكل، بس ما تاكلش مثلا حاجات كميه كبيره، ما تاكلش كل يوم، لا لازم نلعب رياضه شويه، نتمشى شويه، الامور تتحرك. طيب في سؤال يا دكتور، سؤال مهم، سؤال لازم يتسال في الموقف ده، ايه اللي حطينا في كده من الاول عرفنا؟ طب ازاي ما نتحطش في الموقف ده؟ ازاي ما اوصلش للمرحله دي؟ اتفادى المشكله دي ازاي؟ دي اهم نقطه في الموضوع، دي اهم نقطه في الموضوع، ودي اللي احنا نفسنا الناس كلها تعمل بيها. اول حاجه لازم نشرب سوائل كتير. جميل. ده رقم واحد. ورقم اتنين اكلنا يكون صحي. جميل. يعني هنبعد عن الدهون، هنبعد عن الاكل المقلي، هنبعد عن الفاست فود، ده مش هيبقى موجود. طيب تاني نقطه او تالت نقطه ان احنا نلعب رياضه. مفيش حد في الدنيا دي كلها بتلاقي جسمه كويس هو عنده حصوات مراره. طب هل ده معناه يا جماعه ان الفئات اللي احنا قلنا عليها اللي هي بيجي لها حصوات المراره دي هي بس اللي بيجي لها؟ لا، ساعات بنشوف ناس صغيره، ساعات بنشوف ناس اكلها صحي. طيب لان احنا زي ما قلنا احنا عندنا اكتر من سبب لتكوين الحصوات. تمام. طب انا دلوقتي هطلب من حضرتك حاجه، اتمنى يتسع صدر حضرتك. لا لا تحت امرك. انا عايز روشته لاي حد بيسمعنا، اي حد بسيط، اي حد مثقف، للحوار اللي دار في موضوع المراره. الروشته ببساطه دي شديده جدا. اول حاجه لو احنا سواء مرضى او عدم مرضى، لو قال لي احنا الحمد لله ما عندناش حصوات في المراره، خلاص ما فيش مشكله، هنعمل يعني النصايح اللي احنا قلنا عليها. نشرب الميه، نلعب رياضه، ناكل اكل صحي شويه. طيب لو عندنا لا قدر الله حصوه مراره، لازم عند اقرب جراح حضرتك هتشيل. جميل. ما تستناش دكتور البطنه، ما تستناش علاج دكتور البطنه. جميل. طيب انا عندي التهابات يا دكتور وبيجي لي بتكرر كتير. طيب ما تعملهاش وهي في التهابات، هناخد علاج للالتهاب ده وبعدين نستأصل المراره. علاج حصوات المراره قولا واحدا هو الاستئصال، لا يوجد علاج غيره. طيب استاذ حضرتك ناخد مداخله؟ ما فيش مشكله، اتفضل. ناخد مداخله. مدام هاله، اتفضلي يا مدام هاله. الو مدام. الصوت لو سمحت. ألو. مدام ندى. مدام ندى كنترول بس بلغني الاسم غلط، انا اسف. معلش ولا يهمك. ماشي يا سيد، لما اطلع لك اتفضلي. اتفضلي. ممكن اتواصل مع دكتور الدكتور عمرو مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي مدام ندى تحت امرك. ايه معلش يا دكتور، انا معايا والدتي عندها حصف المراره. تمام تمام. وهي كانت ملتهبه جدا. تمام. فالدكتور قال لها مش هينفع ان احنا نستأصلها في الوقت الحالي. تمام. فاداها علاج لمده 15 يوم. تمام. تمام. فبعد ما اداها العلاج رحنا يعني بيها تاني عند الدكتور، راح قال لها هي مرارتك حاليا تصح يعني لمده سنتين لقدام بدون ما تشيليها يعني. طيب تمام. بس هي اسلوبها معانا في البيت ان هي قبل حاجه يعني تلاقيها غبت علينا كده وتنرفزت بسرعه، ما كانتش كده خالص في الاول. طيب تمام. بصي طيب يا شكرا مدام ندى. دكتور عمرو، احنا هنجاوب على حضرتك بس ناخدها واحده واحده. اول حاجه طبعا هو ايه، مفيش حاجه اسمها سنتين قدام. التهاب المراره ان احنا خلاص مش هنعمل في التهاب، عشان الجراحه او استئصال المراره في الالتهاب ده بيؤدي لبعض المشاكل احنا في غنى عنها، لكن ماكسيموم 3 4 ايام او بعد اسبوع بكتير. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، ومفيش حاجه اسمها 15 و20 يوم. تاني حاجه قدامها سنتين، ده كلام مش صحيح خالص. مفيش حاجه اسمها سنه قدامي سنتين. جميل. لا ده بالعكس، ده في اسرع وقت ممكن. لسبب، لان اولا احنا سننا كبير شويه. ثانيا احنا عرضه ان يحصل الالتهاب ده لسبب بسيط. الالتهاب ده اسبابه ما زالت موجوده، اللي هي الحصوه.
فتكراره متوقع 1000000%. بس المره دي ممكن يحصل حاجتين، ممكن يحصل التهاب، ممكن يحصل صفر، وده احنا مش عايزينه. جميل. طيب هي عصبيه شويه في البيت، برضو المراره احنا ربطناها بالعصبيه، ده ملوش علاقه خالص. احنا بدايه حلقتنا كانت بكده النهارده، ملهاش علاقه خالص. هي ممكن تكون عصبيه بس من سوء الهضم شويه، ان انا ما باكلش كويس على طول، مش مرتاح. ولكن قولا واحدا، مفيش حاجه اسمها اصل انت قدامك سنتين، لا مفيش ضامن لده خالص. مفيش حاجه اسمها انا ضامن لك السنتين دول ولا ضامن لك شهرين. احنا كل اللي احنا بنقوله للعيان، ممكن نظبط ظروفنا الشخصيه، ممكن نظبط في بس في نطاق محدود، نطاق مقبول من الوقت يحفظ حضرتك من المضاعفات، ده كل اللي يهمنا. جميل. احنا عشان عايزين نستفيد بكل لحظه في البرنامج النهارده لوجود حضرتك معانا، عايزين ندخل حاجه مهمه جدا اللي هي موضوع الدوالي. موضوع الدوالي اللي بيسبب مشكله عند الرجال وعند النساء، في سواء كان في دوالي الساقين او في دوالي الخصي عند الرجال. عايزين نعرف ايه معنى دوالي، يعني ايه دوالي اصلا يا دكتور؟ طيب شوف، هو الاول احنا عايزين نقول بس حاجه بسيطه كده للناس عشان نفهمها. هو يعني ايه؟ احنا جسمنا فيه شرايين فيه اوراد، كويس. طيب الشريان ده هو اللي بيغذي الاعضاء، والوريد ده هو اللي بياخد الدم اللي ما فيهوش اكسجين يرجعه تاني للقلب، تمام. طيب الوريد ده ربنا سبحانه وتعالى حبانا بحاجه عظيمه جدا من نعمته علينا ومن يعني عظمه خلقه. الوريد فيه حاجتين بيخليه يقوم بوظيفته. اول حاجه جدار الوريد. جدار الوريد ده ربنا اديله ماده معينه فيها الاستيسي او فيها مرونه تخليها تنقبض وتنبسط، تتمدد وتنكمش على حسب ايه؟ على حسب سرعه الدم، ضغط الدم، وضع الجسم. طب سرعه الدم وضغط الجسم وضغط الدم ووضع الجسم، سرعه الدم يعني مثلا حضرتك ضغطك عالي شويه، نرفزت، فضغطنا عالي فالدم بقى بسرعه، لازم الوريد يتمدد عشان الضغط ما يوصلش عالي للمخ او ما يوصلش عالي للقلب. طيب رقم اتنين، انا قاعد، طيب انا لو قمت وقفت الدم ده كله هينزل تحت. جميل. يعني بفعل الجاذبيه. طيب فده اول حاجه. احنا معانا اول مبقاش ينفع ان انا دلوقتي اجي اعمل، يبقى انا عندي حاجه زي الليزر واخش جراح. يعني ده ساعات انا بزعل على العيان بقول له يعني انت بتختار اصعب الاختيارات بتاعتك، خصوصا النقطه الاهم عايزين ناكد عليها يا جماعه، مفيش حاجه اسمها اصلا انا باخد علاج دوالي، مفيش حاجه اسمها كده. الدوالي ما تحسنش بالعلاج. مش هتسوق، بس مش هتسوق يعني هتقعد طول العمر، لا مش هتسوق بسرعه، انت بتقلل درجات التدهور. نبه برضو في النقطه دي على المنتجات اللي بنشوفها. طبعا بص، المنتجات دي هي بقت حاجه تضحك الصراحه، مفيش حاجه اسمها كلام، مفيش حاجه اسمها اصل انا جبت كريم، مفيش. يا جماعه الجهاز اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، الخلطات الغريبه اللي بنسمعها على اليوتيوب، حاجه خالص اسمها الكلام ده، وزيت. بص الجهاز بتاع الليزر يمكن انا يعني منحاز ليه جدا، لان هو جميل. بص خلانا يعني الحالات اللي احنا شفناها واشتغلناها خلاص، انت بتتكلم بفرق رهيب جدا ما بين الجراحه وعيان بتخش تديله بندنصفي وتديله تحاليل وتديله احنا هنعمل ونلبس بنداج ونلبس شراب بعديها لمده اسبوعين وبعدين نمشي. بالعكس، العيان بيعمل عمليه بيمشي بعديها بساعتين اتنين، تفضل اعمل كل اللي انت عايزه. جميل جدا الليزر. طب ايه اللي ما يقدر، ايه اللي ما يخلينيش اعمل الليزر؟ مفيش سبب، مفيش اي سبب يخليني ما اعملش الليزر. طيب امتى اقول خلاص بقى هعمل امتى اقول بقى انا مش هعمل دوت؟ انت اللي عملت كده. يعني انت اللي عملت كده، سبت الدوالي لغايه ما وصلنا يا مرحله الجلطه او مرحله القرحه، رحنا لمرحله الاستهتار، خلاص انت سبتها، اصل انا عندي دوالي. طب يا سيدي اعملها، ما انا مش فاضي. اللي هي النوع الرابع، او ان هي النوع الرابع، وفي صوره اللي هي اللي حضرتك شفتها اللي فيها القرحه خلاص. طب ليه خلاص؟ لان القرحه دي بدايه الكانسر خلاص. احنا بناخد حتى لما بنيجي نشيل من القرحه دي بنحللها. جميل. خلاص انا كده يعني تخيل انت حضرتك بقى من عمليه مش هتاخد منك اكتر من نص ساعه من غير بنج، تقريبا احنا بندي بنج موضعي مكان دخول الليزر. حلقه واحده شهريه مش هتنفعنا، احنا لازم حلقات كتيره عشان الموضوع كبير يا دكتور. عايزين لا والله، بس انا نفسي الناس تدي للليزر حجمه، تدي للتقدم حجمه، لان الموضوع بسيط جدا. انت هتنسى كلمه دوالي، معلومه برضو بتجيلنا كتير، انا عملت الدوالي قبل كده ورجعت. لا، هو انت ما عملتش الدوالي، انت شلت اجزاء منها. لكن في جهاز الليزر هنا انت بتقفل الوريد تماما، فكره جميل. انه يرجع ده مستحيل. لا خلاص، الوريد انا شايفه قدامي، لان بيبقى معانا الجهاز بيبقى معانا الدوبلر موجود، انت شايف قدامك انت داخل فين يعني حاجه كان كل الجراحين بيتمناها. تخيل انت داخل الوريد شايفه بعينك في كاميرا وداخله قدامك انت لغايه ما قفل الوريد، خلاص بتنسى كلمه دوالي. طيب ممكن لما يكون شغال بمكبره او بميكروسكوب. بالعكس، انت تخيل بقول لك حاجه، انت بقيت جوه الوريد. احنا طول عمرنا براه، يعني احنا طول عمرنا بره الوريد. حلو. خلاص احنا بقينا جوه الوريد، ماشيين جوه الوريد، خلاص هو بيقفل قدامي. يعني انت بتبتدي العمليه بحاجه ظريفه جدا، بتبتدي العمليه على شاشه السونار او شاشه الدوبلكس، الوريد مفتوح. بعد العمليه بحوالي 10 دقائق خلاص الوريد مش موجود، اختفى من على الشاشه. طب انا استاذن حضرتك، احنا ما خلصناش كلام في دوالي الساقين، بس احنا لازم نستغل كل حاجه. استاذن حضرتك الصور نعلق عليها. تمام، اتفضل. دي دوالي الخصي.
نخش بقى في موضوع الخصيه، لان احنا فريق العمل بيبلغني بدقيقتين. تمام، مفيش. دوالي الخصيه عباره عن حاجتين اتنين يا جماعه. احنا فجاه العيان بيحس بالام في الخصيه، تمام. الدوالي دي 3 درجات ممكن تحصل لاي حد فينا. طيب بتحصل اكتر في فتره المراهقه وبتحصل بعد شويه مع تقدم العمر. جميل. فيها مشاكل كتير. طب مشاكلها اول حاجه مش الالم او الوجع، لا، مشاكلها ان هي لو احنا سبناها ممكن تاثر على حاجتين، على الخصوبه او على الصحه الجنسيه. دي اهم حاجه. تمام يا جماعه، مش كل واحد عنده دوالي ما بيخلفش، لا، في ناس كتير جدا عندها دوالي وبتخلف. طب لازم نبقى عارفين ايه اللي يحدد لنا ان سبب عدم الانجاب او سبب العقم هو الدوالي. تحليل السائل المنوي، مش عايزين نقف كتير، مش عايزين نلبس ضيق، تمام، مش عايزين ناكل اكل فيه. ممكن اقف انا بقى عند النقطه دي. اللبس الضيق بيأثر؟ طبعا اللبس الضيق بيأثر على وبيزود فتره الدوالي لسبب بسيط جدا، لان ظاهره البناطيل الضيقه اللي شايفينها دي سيئه، احنا ما نحبهاش يعني. المفروض ان احنا بندور على الاصلح لينا، الاصلح لصحتنا، مش ندور على الموضه، ده مش كويس. ده حتى بديهيا يا دكتور، ربنا خلق الخصيتين خارج التجويف في البطن، لان هو المفروض ان الحيوانات المنويه درجه حراره اقل 34.5، هي دي الدرجه اللي احنا المفروض الحيوانات المنويه تفتح لي. انت حضرتك بترفع الخصيتين لما يبقى البنطلون ضيق شويه، او بيبقى مثلا الاندر ضيق شويه، انت بتضطر ترفعهم، وده بيقلل الامداد الدم بتاعهم. طب يا دكتور، امتى برضو السؤال، امتى ما اقدرش اعمل، انت حضرتك قلت عملتها بالليزر، امتى ما اقدرش اعملها بالليزر؟ لان جراحه في مكان حساس زي لا ده. لا، احنا قلنا مفيش ليزر في الدوالي الخصيه، هو في منظار. منظار وجراحه. منظار وجراحه، امتى ما اقدرش اعمل منظار؟ لا، مفيش اسباب. مفيش اسباب الا اذا كنت انت عملتها مره قبل كده ورجعت. تمام، ولكن هنا المره دي مفيش اي سبب يمنعني ان اعملها منظار، لان انا بخش من مكان تاني خالص، مش بخش من الفتحه بتاعتك. طب احنا ليه بنقول يا جماعه منظار؟ لمليون سبب. اول حاجه ان استحاله ترجع. جميل. ثانيا، نتائج المنظار عاليه جدا، لازم حضرتك شفت في الصوره احنا بنربط الوريد الاساسي وليس الوريده الفرعيه اللي موجوده، لان في فرق. احنا في الجراحه العاديه ما بنربطش الوريد الاساسي، بجيب الماسوره الرئيسيه اللي موزعه لبقيه الماسوره بالظبط، لكن جميل. ان انا في الجراحه العاديه بربط الاورده الفرعيه، الاورده اللي اوريدي حصل لها دوالي، ودي نقطه مهمه جدا. ما هو السبب هيتكرر، انت كان عندك دوالي وعملتها بعد مثلا سنه ولا اتنين قررت تاني، لكن المنظار هنا انت بتربط الوريد الاساسي. طيب المنظار هنا مش جراحه تقريبا، انت بتعمل العمليه والف سلامه بالليل روح. للاسف انتهى وقت فقرتنا وحلقتنا يا رب. وبس هو 3 مواضيع في حلقه مش هينفع، احنا ده كل موضوع لازم حلقه. احنا في قمه السعاده ان احنا حضرتك اكون معانا في حلقه شهريه. لا، ده اكيد ليا شرف يا دكتور محمد، ويا رب بس اكون قدرت اوصل للناس حاجه مهمه واقول لهم يا جماعه الطب جميل والجراحه حاجه كويسه. الجميل في الحلقه والجميل في حضرتك ان كل المستويات تقدر تفهم الكلام اللي حضرتك بتقوله، يعني الشخص البسيط، الشخص المثقف. فانا بشكر حضرتك جدا لوجود حضرتك معانا. العفو، خلي حضرتك والله، ده بس من ذوقك، ويا رب نكون ضيوف خفاف على الناس ان شاء الله. في نهايه هذا اللقاء الممتع والمثير والشيق، لا يسعدني الا ان اتقدم بالشكر لكل المشاهدين، شكر لضيف العزيز، اشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا الحلقه القادمه الثلاثاء القادم. الى اللقاء، دكتور محمد طلعت.